العيد من المناسبات المهمة اللي تنتظرها جميع الأعمار المختلفة، وخاصة ننتظر اختيارنا لملابس العيد. لذلك اليوم معانا مصممة الأزياء فاطمة الهاشمي، راح نتكلم عن آخر صيحات الموضة لهذا العيد. مرحبا فاطمة. هلا ميسا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا ربي، نعاد عليك بالصحة والسلامة يا ربي أجمعين. فاطمة، اليوم شو محضرتنا تنسيقات وموديلات جديدة للعيد؟ اليوم راح تشوفون طبعا الكوليكشن مال العيد شيء مختلف تماما عن دائما الاشياء اللي انا اسويها. اول شيء طبعا اصدار العيد هالمره الرسم، ابتعدت كل البعد عن التطريز. اوكي، راح تشوفين كله اشتغلناه بالهاند ميد، كله بالالوان. حلو. اوكي، والكوليكشن هو حيكون مختلف. أكيد. يعني بناطية وتنانية حتكون أشياء يعني مختلفة. أكيد حيكون ويانا أول ديزاين صممتي فاطمة. الألوان كلش حلوة، ألوان صيفية. هنا استعملت التوب قماش ستايج سفنج شوية، وكله يعني بالألوان الأكريليك. أوكي. والبنطلون فاطمة، هاي الرسومات كلها رسم إيدك. رسم إيدك. شنو الألوان اللي اختاريتيها؟ هنا أنا اختاريت الألوان الصيفية. طبعاً حتشوفين بهذه القطعة الألوان الصيف. أوكي، الأخضر والتيفاني والفيروزي والبنفسجي. طبعاً مثل ما قلنا تقدر تغير البنطلون حسب اللي يحبوا، يعني مثلاً أكو قسم يحبون اللون البنفسجي، اللي يحبون الأخضر يقدرون يغيرون. بالقطع الباقية حتشوفين مستعملين غير ألوان وغير ديزاينات. فاطمة، الألوان اللي اختارتيها بالملابس ما لها تأثير إذا غسلتي الملابس، صح؟ ما يأثر على الملابس؟ لا طبعاً. يعني دائماً بس هي الألوان الأكريليك، يعني هذه الألوان هي خاصة بالقماشات تكون. بس شيء أكيد يعني حتى نحافظ عليها، يعني تبقى لونج لاستنج فترة طويلة كلش، إنه نفضل إنه اللي دراي كلين. أوكي. أوكي، ينظفوها بالدراي كلين، يعني مو بالوش ماشين بالبيت. أوكي. وغسل عادي. باللوندري في يعني المواد تختلف والهذه، وطريقة الغسل والحرارة تكون مضبوطة أكثر. أكيد. ويانا طبعاً الديزاين الثاني هم من الألوان الصيفية الحلوة والقماش البارد والملابس المريحة. المريحة طبعاً. هنا البشتات النظرة دائماً ما أخذها إنه البشت إنه هو بس حصان رمضان. لا، هو البشت تقدرين تلبسيه بأي وقت. أكيد. وإذا تشوفين هذا البشت طبعاً يفيد بالسفر، ويعني مع كونفرس يكون كلش حلو. صح. وإذا ويا هاي هيلز يكون فشي إنه أليجنت أكثر. صح، كلش حلو إنه إنه أكثر من استعمال تقدر تستعمله. تقدرين أيضاً على جينز، على تنورة، على كل شيء. مثل ما ذكرتي بالسفر هاي شيء أشياء تكون جداً مريحة. سواء من القماش اللي أنتي مختارته، وأيضاً الألوان اللي تكون حلوة. والديزاين يكون مريح. وإذا تشوفي إنه يعني دمجت بين البليزر، إذا تشوفين إنه ياخذ مثل البليزر وبين البشت. هي هنا هذه حلو هيك. كلش حلو. صحيح. فاطمة، يمكن انتبهت انت القطعة اللي سويتيها كانت قماش اللينن، بس ما ادري ايش اللينن يختلف. هذا اللينن النوعية الجديدة اللي تكون يعني ما يحتاج لها كوي. اوكي، حلو. تكون باردة طبعا مثل اللينن القديم اللي من ايام زمان. صح، تعرفين عليه انه رأسين يتعقج. اللي يتعقج. هذا اللينن هسه جديد انه ما يحتاج له كوي. حلو. سهلة للناس خاصة اللي تريد تسافر، مو شرط دائما يكون اكو. بالضبط. سهلة تلبسيه رأسا تطلعين. يعني لبسوه وما يحتاج لانه ايرن. وبالاضافة انه يكون بارد ومريح. اكيد. القطعة هذه عبارة عن الوان في الوان. انا اموت على الالوان الصيف. كلش حلوة، احكي لنا عنها فاطمة القطعة. شوفي طبعا الدايس كلش بسيط، بس هو من كوليكشن، هو طبعا هذا قبل العيد انه بس لان عليه انه طلب. والالوان صيفيه كلش حلو. الحلو انه حتى لو اذا لبست اي لون حزام اكثر تغير من الديزاين والموديل. يعني اذا تلبس تلبس الحزام ويا اسود يكون حيكون مثل التنوره والتوب. صحيح. أي. تقدر تنسق باكثر من طريقه، وبنفس الوقت هم من القماش كلش حلو ومريح. شفتي القطعه طبعا مختاره بها الالوان الصيفيه، لان يعني احنا بدينا فصل الصيف، حلو واحد يلبس الالوان الصيفيه. بس ما ننسى لازم نبقى نتذكر الناس الكلاسيك اللي تبقى محافظه على الالوان الكلاسيك اللي هي الالوان الابيض والاسود. صحيح. الابيض والاسود. مثل ما تشوفين هذه همينه رسم ايد. رسم ايد حلو حبيت. اوكي، اما المناسبه يعني يقدرون يستعملوها شغل، يعني لا تشوفيها كلش حلو. يعني اقول لك
الرسم قطعة بسيطة بس أنيقة كلش وراقية. راقية. وحلو إنه تقدرين تغيرين بيها أكيد. مو شرط يمكن تلبس العارضة حذاء أسود أو تقدر تغيره بحذاء ذهبي أو فضي أو يكون مثلاً لون فارس. يعجبها أي يعني مثلاً يعتمد على لون الأكسسوارات اللي راح تلبسها. أكيد. وبالإضافة لهذه حتى الألوان اللي هي على دايس نقدر نغيرها، مثلاً فستان يكون أسود والرسم أبيض. من ضمن الكوليكشن اللي موجود همينة انه موجودة انه تكون هي السوداء والتوب اسود والرسم بالابيض. قطعة كلش حلوة وانيقة، ويمكن الديزاين اللي لابسته فاطمة اكيد من تصميم كمين. من تصميم انا حبيتها قطعة عملية خاصة للنساء العاملات اللي تحب تكون شيء انيق بالعمل للعمل. اي ويعني مثلا حتى بالمناسبة او شيء ما بقى الناس اللي تحب انه تلبس البليزر والكاوزر فانه احب اسويها. فاطمه مثل ما نعرف احنا بعيد الاضحى بعيد الفطور تكثر مناسبات الاعراس، الكتب كتاب، الخطوبه، ام حضرت لنا شيء لهي المناسبه؟ طبعا محضره قطعه راح تشوفيها من طبعا هذه من كوليكشن العيد. حبيت كلش حلو. لا تشوفيها من جوا كلها تور والفوق قطعه ثانيه اللي هي كلها بال شغل ايد بالنمنم. يعني كيب تكون اللي هي كيب انه بايد وتطلعها انه شيء جديد. حلو كلش حلو. القطعة عبارة عن تول ونمنم شغل إيد وصدق يعني حلو، حتى يمكن إذا ضفتي شوية حيصير فستان عروس أكثر همين. وشايفة أنت دائما تكون بالمناسبات يعني مرات يعني عقد القرآن أو يعني المناسبة مرات العروسة تاخذ راحتها، تقدر طبعا هنا تنزع الكيب وتبقى بس بالفستان الداخلي. أكيد. شكرا فاطمة، حبينا الديزاينات اللي سويتيها اليوم، وأتمنى أكيد كهرماناتنا الجميلات حبوا الديزاينات، وأكيد انتظرونا بحلقة جديدة.